انا تنتمي لاسوسياسيون بان اللي تكلفنا بهذه الدابه اللي جبناها من زاكوره. لا حول ولا قوه الا بالله، ما كنقدرش نهضر انايا في بحال هذا الشيء. هذا كنتمنى تكون مزيانه، وكنتمنى الجديد ديالها من بعد 10 ايام من عند خويا ايوب، وان شاء الله كل شيء غادي يدوز مزيان. هو كيفاش لقيناها؟ فاش وصلنا لتما لقيناها مسكينه مكرفصه، لقيناها في الشمس. تصور فاش هزيناها اول مره، راه كاينين كيبينوا كل شيء. واخا الناس ديال زاكوره ماشي كلهم بحال السيد اللي دار هذا الشيء هذا من زاكوره، ولكن الناس ديال زاكوره تعاطفوا معاها، وهما بطبيعه الحال اللي تكلفوا بها، اللي اعتنوا بها وتيجيبوا لها الماكله والشرب للبلاصه فين كاينه هي. هذا الشيء اللي قدرهم الله يديروا. وكنشكروا حتى الفيتيرينير ديالهم ديال زاكوره، حتى هو دار مسكين داك الشيء اللي عليه وما خلاش من جهده. الرساله ديالي انا بعدا شخصيا، هو بنادم يحضر غير العقل ديالو والقلب ديالو، راه ما يقدرش يدير ولو الربع من هذا الشيء هذا. حيت بنادم عاقل ما يقدرش يأدي واحد الحيوان، ما تيقدرش يقول تاح. بان مراكش سي لاسوسياسيون كي ريكوبيري سيت انيس كو فو فويي ايسي اي كي لا امني ايسي شي جرجير لاسوسياسيون جرجير باسكو بور نو لو بلوز امبورطون لا بريوريتي سي لو بيان اتر دي انيمو اي ديك اون ا سو كو Il y avait cette association qui est spécialisée dans le soin et le traitement des ânes. Ben, notre choix a été de l'amener ici. Donc, on aimerait bien vraiment remercier l'association et tout le staff qui s'occupe d'elle, et aussi que le vétérinaire qui l'a opérée. On m'a dit qu'elle a été opérée hier et que l'opération a duré bien 4 heures. Donc, on sait qu'il s'agit de quelque chose de très délicat. المهم هاد الدابه هادي شحال من واحد تيصيفطنا، تيصيفطوا لنا بزاف الناس من جميع المدن، و حنا حتى دابا لنا في الانترنيت ما قدام ما عرفناش اين هو اللي السيد اللي اكزاكت نمشيو عنده باش ناخذ هاد البهيمه. الحاله ديالها صعيبه شي شويه، حنت هي مضروبه في هذوك العصوب اللورانيين، تقطعت ليها واحد العصبه، تقطع لي طار ليها منها واحد شي شويه، مشات ليها اللحم ومشات ليها العصبه. وفاش جينا البارح تنجرو العملية تقريبا هذيك العصبة ربات على اختها، ما صعيبة فهمتي، بقينا تنجرو تنسميتو حتى بحرة وبحرة ما تشداتش لنا شي 4 سوايع تقريبا تاع الخدمة. 4 سوايع وحنا مدابزين معاها، حنتاش الحالة شي شوية صعيبة، الحالة ديالها صعيبة شي شوية. كما قالنا البيطاري الطبيب ديالنا قال لك الحالة ديالها صعيبة شي شوية، حنا درنا ليها هاد العملية، وحنا من بعد إن شاء الله شي 10 أيام غادي نشوفوا الحالة ديالها واش تتحسن ولا ما تتحسن. هو غادي يجي تاني يعاود نحلو داكشي ونشوفوا ديك الساعة إلا تتحسن، راه إن شاء الله راه حنا داكشي اللي بغينا. إوا لا ما تتحسنش راه إن شاء الله غادي نديرو لها شي حل ونديرو لها شي بروتيج وتبقى هكا وصافي. غادي نديرو جميع الحالات إلا نقطعو ليها رجليها، سي امبوسيبل حيتاش ما عندناش الامكانيات هنا. داكشي تنشوفوه في اوروبا خارج المغرب، ولكن حنا عندنا هنا في المغرب ما ان شاء الله مستقبلا غادي يكون عندنا دوك الماتيريال ونجيب داكشي ان شاء الله. ايوا عندنا حالات بزاف الحالات، واحد تيقطروا ليه الميكا على 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 راسو، بقاو شي دراري سكرانين بقاو شي تيقطروا ليه الميكا على راسو، تحرقوا ليه ودني وحرقوا ليه راسو كاملو. وعندنا واحد الحاله اخرى ثاني تقبو ليها عينيها، واحد السيد تقب ليها عينيها، واحد اخر ثاني واحد السيد كان هز واحد الموس السيد كف وحده حتى هي كاع شرقها. المهم بزاف الحالات، وهاد الناس الله يهديهم وصافي.